ما عم يسمعوا لا كلمة ستي لورين ولا كلمة عدنان، عم يعملوا شي اللي براسهم وبس. مين قصدك ليلى؟ مين عم يعمل اللي براسه؟ مين رح يكون؟ هديك الصغيرة وأمها. زهرة حابسة حالها بأوضتها وعم تدرس بالسر ستي لورين، وإذا بتحبي روحي وشوفيها بعيونك. ستي لورين؟ رستم ضب هالكتب بسرعة. لا عم اتركهم، الله يخليك اتركهم. ما بدي ضلوا الكتاب، احرقهم كلهم. لا هدول إلي أنا. تركي فيك. لتكون المفاجأة كاملة ما لازم تحس عشي. إن شاء الله ما حدا يغلط ويحكي قدامها. قديش رح تتفاجأ وتنبسط؟ والله أنا متحمسة كتير، كأنه عيد ميلاد واحد من أولادي. بس أنت اللي عم تفهميني خالة، معناته مو بالضرورة الوحدة تكون أم حتى تفهم على غيرها، ما هيك؟ أنا كأني ضايقتك بدون ما انتبه؟ آسفة كتير، ما كان بدي اجرحك. هلا برتاح، تأثرت شوي بحكيك، بس الظاهر انت كمان ام مثلي. ليش ما بعرف بهالموضوع؟ مشان الله وقف، لا تحرقوا. أنا عمار استوم ترجان، لا تحرقوا عمار استوم، الله يخليه. خلص تعي تعي تركيهم. شو اللي عم يصير؟ ليش عم تعملوا هيك؟ انتي السبب. كم مرة بدي احكي معك لا تفهمي وتستحي على حالك؟ لورين خانو، هدول بس كرمال انه زهرة ما تنسى القراية والكتابة. بدل ما تعلمي بنتك القراية والكتابة، روحي هلأ وعلميها انه لازم تحترم كلمة الكبار وما تقلل ادبها معهم. انتي ليش معترضة انه زهرة تتعلم وتدرس؟ وين المشكلة اذا قعدت ودرست؟ زهرة حامل هلأ وعن قريب رح تولد ورح تركض وراء ابنها وتربيه. إذا بتتعلم وإذا بقيت جاهلة شو بتفرق؟ زهرة ممكن إنها تصير معلمة أو محامية أو دكتورة لتقدر توقف بوجكن وتورجيكن الصح من الغلط. مو غريبة أصلاً، أنتو هادية اللي ما بدكن ياه يصير. تضل جاهلة، تضل ذليلة وما توقف بوجهك وتحكي وما تورجيك شو هو الصح من الغلط، ما هيك؟ شو هو الصح بالله؟ وين الصح اللي عم تحكي عنه؟ انت تعلمتي ورحتي جامعات وصرتي معلمة، بس ليكك انت مو أكتر من ضرة وتحت أمر الآغا. بشو فادك تعليمك؟ يلا فهميني، هذا هو الصح اللي عم تدافعي عنه قدامنا وسارعتينا في كل الوقت؟ انتي جبتي زهرة لهون وجبرتيها أنها تعيش بالقصر غصبا عنا مثل اللي عملوا عدنان فيي، بس هذا الوضع ما رح يضل هيك. انتي وعيلتك وكل عاداتكن السخيفة رح تختفوا ورح نخلص منكن، فهمتي؟ Thank you.
قلت لي عذاب الضمير، وعزت بضل ابن اخوك ولازم تعطيه حقه. هاي فهمناها، بس لازم نلاقي عبده بسرعه. وينه هالواطي؟ باي ضيعه متخبي؟ اذا بتعرف قول. ما بعرف. انت شكلك لسه ما فهمت شو القصة غانم آغا. اذا عزت وصل لعبده قبلنا نحن مننتهي، منصير منشحد على البواب. انت كمان بتهمة قتل اخوك بتنحكم اعدام، او ستي لورين بتقتلك. جوني، ضيعت جوني. رح تندمي على هالكف. ما رح خلي زهرة تعيش بيناتكن وتطلع بتشبه حدا فيكن. حرق الرستم. لا، امي، ليش حرقتن عمو رستم؟ فهمني، ليش حرقتن؟ بترجعك اللي زهرة، اصحك تترجي حدا، اصحك.